نظمت لجنة فلسطين النقابية مهرجان عين كارم 13 للتراث تحت شعار القدس تحكمها العهد العمرية. التفاصيل في هذا التقرير. حتى تتحقق لنا العودة مع كامل السيادة على كل فلسطين. نظمت لجنة فلسطين النقابية مهرجان عين كارم 13 للتراث تحت شعار القدس تحكمها العهدة العمرية، حيث أدى أهالي المنطقة قسم العودة لفلسطين. وتحدث في المهرجان الذي أقيم في مجمع النقابات المهنية كل من النائب عبد الله العكايلة وربحي حلوم والكابتن يوسف الهملان دعجة وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري بالصوت والصورة من القدس الشريف. في مهرجان التراث 13 ولتكون مناسبة لنجدد فيها لفلسطين والقدس عهد الوفاء، ولأهلنا على أرض الرباط عهد الثبات، مجددين التزامنا بحقنا في كل ذرة تراب من أرضها الطهور. احنا اقمنا هذا المهرجان باسم مهرجان عين كارم للتراث بعنوان او تحت شعار العهدة العمرية او القدس تحكمها العهدة العمرية. وكان سبب اقامتنا لهذا المهرجان حتى نرد على ما به ترامب في نقل سفارة بلاده الى القدس، واحتجاجا على ذلك، وحتى نخبر العالم كله أن العهدة العمرية هي التي تحكم الوضع في القدس على مر الزمان، ولن نرضى بديلا عن العهدة العمرية مهما كان من مؤامرات أو قرارات دولية ومهما حصل. الطيار الأردني يوسف الدعجة أكد أنه ليس حزبيا ولا ينتمي لأي حزب، إنما هو مسؤول أمام الله عن الأقصى والدفاع عن فلسطين. أنا حبيت أعملها تحدياً لليهود وتحدياً للولايات المتحدة الأمريكية، حبيت أحكيها وأنا رايح إلى أراضي ترامب، فحكيتها وقلت اليهود تحتينا وفلسطين الحبيبة وعاصمتها القدس الشريف والسواحل الغربية الفلسطينية، وانتهيت. بعدين ظلتني نكمل وقلت نكمل إلى كندا، يعني بعد فلسطين، فلسطين أعلى منهم وأكبر منهم، إلى كندا. لما سمعت أنه في اعتقال وفي شغلات زي هيك وأن الناس فكروا أننا معتقل، ذهبت إلى برج ترامب وهو أكبر برج له في الولايات المتحدة الأمريكية، وقلت له وموجود على الفيسبوك: مستر ترامب، إذا بدك تعطي شغلة أعطيها، أو من أرض تعطي شغلة أعطيها من أرضك أنت، أرض الولايات المتحدة الأمريكية، أو أعطيهم البرج تبعك، إنك تعطي ما لا تملك لمن لا يستحق. ففلسطين وموجودة باللغة الإنجليزية كاملة، ولكن للأسف دخلوا عليها ناس وحرفوها وغيروا فيها إملائيا، ولكن كان في ناس متابع ليها. فقلت له: إذا أردت أن تعطي شيئا فأعطيها مما تملك، فلسطين هي للفلسطينيين وللإسلاميين والإسلام جميعا، ولكن يجب أن أقول كلمة حق لهذا الشعب العظيم. أنا أقول لكل إنسان إذا أراد أن يختار حارسا لبيته، من يختار؟ أحسن الناس، فما بالكم في بيت المقدس وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟ من هم الذين يقاتلون عن فلسطين؟ هم الفلسطينيون. فأنا برأيي هم خيرة الخيرة، وهم خير من يدافع ويحافظ عن القدس وفلسطين. نحن كالشعب الأردني نعزز موقفنا وما علمنا إياه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، أن القدس وفلسطين أولى قضايانا، وأن كالرئتين لا ننفصل، وقصبتنا الهوائية هي نهر الأردن، ونعمل على أن نعزز موقفنا أكثر فأكثر كل يوم، وأن نبني الجيل القادم بأن القدس فلسطينية عربية، وأنها هي عاصمة فلسطين وعاصمة العرب والعاصمة الإسلامية. وأشار رئيس لجنة فلسطين النقابية ربحي حلوم في كلمته بالمهرجان إلى أن إقامة مهرجان عين كارم في كل عام يأتي بهدف تسليط الضوء على القضية الفلسطينية لتذكير العالم بالقضية. وشلال الدم لن يبخل به أهلنا وشعبنا
دفاعا عن القدس في وجه أعدائنا وفي وجه هذا الأرعن المتغطرس ترامب وكل التبع، وهم يصرخون في شوارع ومدننا، في شوارعنا، شوارع مدننا وقرانا وأريافنا ومخيماتنا داخل الأرض المحتلة وفي كل عواصم العالم بصوت عال: تبا لك أيها الأرعن، قرارك لن يمر إلا على أجسادنا جميعا، قرارك لن يمر، ومؤامراتك أنت وأعداؤك لن تفلح في ثني شعبنا عن مقاومته وعن انتفاضته وعن تمسكه بالأرض إلى أن تعود فلسطين لأهلها ولشعبها ولأمتها. وأصدر أهالي عين كارم بياناً أكدوا فيه أن فلسطين بلاد عربية إسلامية بما فيها القدس، وأن السيادة عليها هي للعرب والمسلمين حسب العهدة العمرية التي تسلم بموجبها الخليفة عمر بن الخطاب المدينة من البطريرك سفرونيوس سنة 638 للميلاد.